السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا متابعين قناة بيسكابو سيف، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشوف الفيديو ديالنا هو لتحت، دير الاشتراك، دير لايك، بارطاجي الفيديو، كمل الفيديو حتى الآخر غادي تستافد كيف تكون الرحلة للصيد البحري، كيف يكون العمل في أعالي البحار، كيف تكون الحياة في أعالي البحار، كمل الفيديو حتى الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. من هنا تبدأ الرحلة ديالنا إلى الصيد البحري في أعالي البحار بالصيد الأسماك. كما كتشوفوا الإخوان، حنا كنلبسوا الشبكة ديالنا، كما كتشوفوا حنا كنخيطوا الكورونا. تقولون علاش كتخيطوا الكورونا؟ لأن الحوت هنا كيتجمع الإخوان. أنتم كتشوفوا الإخوان الشبكة ديالنا مريستية على بركة الله وعلى مولانا الكريم. من هنا تبدأ الرحلة إلى الصيد البحر لمدة 4 أيام كما ترون الإخوان. الشبكة حنا لستيناها كما ترون إخواني أخواتي المشاهدين على القناة. نحن على تم الاستعداد، كما كتشوفوا كورونا راهي في الماء. اللي قلتكم قبيلة اللي كنا كنخيطوا هذه هي، حنا طلقنا الشبكة دام الإخوان كما كتشوفوا. هذه هي طريقة العمل على متن القارب الصيد البحري. احنا دابا طلقنا الشبكة الاخوان، اللهم يسر ولا تعسر. نعم اخواني، احنا طلقنا الشبكة الاخوان كما كتشوفوا قدامكم. هذيك هي الشبكة اللي في الماء اللي كتبان لكم الاخوان. الله يجيب التيسير ان شاء الله على مولانا الكريم. وحنا دابا الاخوان كنطلقوا الكابلي كما كتشوفوا. حنا وصلنا الكابل الاخوان، هذا هو مكانيسيان ديالنا. الله يحفظو لينا، الله يخلو لينا الشيء اللي كان الاخوان. كنتمنى تستفدوا من هذا الفيديو، ديروا لنا لايك، بارطاجي وما تكثروا من البارطاج الاخوان. كما كتشوفوا الاخوان حنا دابا كنطلعوا، طلعنا البيبان الاخوان. هادو البيبان اللي كنخدموا بهم الاخوان. دابا كنطلعوا البيبان على مولانا الكريم، اللهم يسر ولا تعسر. وحنا دابا كنطلعوا الشبكه الاخوان كما كتشوفوا. هي الطريقه حنا باش كنطلعوا الشبكه. الشبكه حنا الاخوان بارطاجي، ما تنساوش البارطاج، كثروا من البارطاج الاخوان. هذه هي الطريقه الاخوان كما كتشوفوا الاخوان. طلعنا الشبكه الاخوان وانتم كتشوفوا. وهذه هي كورونا الاخوان، هذه هي اللي غتطلع دابا اللي كتبان لكم. هذه هي اللي كنت كنخيط، اللي كنا كنخيطوا في الاول فيديو، واللي غنفسخوا نشوفوا شنو تسمى. احنا طلعنا الاخوان، هذه هي البركه اللي كتبان لكم، هي هذه هي الحاصله ديال هذا الكلى الاخوان. هادشي اللي كان بان لكم فيديو قمرونات والشريونات، هذا ما كاين الاخوان. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو تبارطاجيو. كما كتشوفوا الاخوان حنا كنديو هذا دابا القمرون، نتوما كتشوفوا بارك الله على قمرونات، راه القمرون غليظ الاخوان، هذا اللي كيبان لكم. حنا دابا كنديرو داك رضوي باش ما يكحل ليناش الاخوان، باش يبقى هاكا طري. هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو العمل اللي كنقومو به في هاد الرحله اللي كتشوفو معانا. هادشي اللي كان، هذا هو القمرون الاخوان. ما فيها باس الاخوان، بارطاجيو معكم شنو كيوقع في البحر. حنا دابا سالينا الخدمه الاخوان، انا كنصور لكم هذا البارك وكان حدانا الاخوان باش تشوفوا كيف كتكون الحياه في اعالي البحار. البارك صغير الاخوان، راه صغير هذا البارك. واحد اخر كيبان لكم الاخوان ليه. المهم هذه هي الحياه في اعالي البحار، هذا هو العمل اللي كنقوموا به في اعالي البحار. سالينا الخدمه الاخوان،
ما فيها باس بنادم يدير واحد طليلة على البحر يستمتع بعد بهذا المنظر اللي عطانا سيدي ربي العالمين، مع واحد الكاس ديال اتاي مشحر بالنعناع. ما فيها باس الاخوان غادي نبارطاجيو معكم فين كيكون البحري كما كتشوفوا، هادو هما كوشيتات فين كنعسو حنا، هذه هي الكوشيتات ديالنا الاخوان. هانتوما كتشوفوا واحد هذا واحد اخر، وهذه هي الحياه في اعالي البحار الاخوان. مرحبا بكم من جديد الاخوان، دابا هذه كاله ديال الليله الاخوان، نشوفوا شنو طلعنا هنا كما كتشوفوا كيبان لي هذا العرام في غابونتيا الشلي كيبان ليا. غادي نوريكم شنو طلعنا الاخوان، شنو طلعنا الاخوان هاد الحوته. الى عرفتوا السميه ديالو ديروا لي في التعليقات شنو سميت هاد الحوته اللي كتبان لكم الاخوان. ها هي اللي كتبان لكم الفيديو. مرحبا بكم من جديد اخواني اخواتي المشاهدين والمشاهدات الاوفياء لهذه القناة التي تختص في الصيد البحري وما يقع في اعالي البحار. نبارطاجيو معكم شنو كنديرو في البحر، اهم العمل اللي كنقوموه في البحر. ما تنساوش النشر واللايك الاخوان وتبارطاجيو الفيديو. كما كتشوفوا الاخوان هذا هو الحوت اللي طلعنا في هذه الليل، هذه هي البركة. هذا التيربو الاخوان اللي كيبان قدامكم في الفيديو. انا هز واحد غنشوف اشنو فيه. هانتوما هذا هو فيه شي جوج هكاك الاخوان، داكشي اللي فيه الاخوان. اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم يسر ولا تعسر. كتشوفوا الاخوان هذا الربي اللي كيبان قدامكم، شحال فيه من كيلو هذا قراتكم فيها كيلو صافي، الشيء اللي بان ليا الاخوان. ايوا انتم كتشوفوا هذه هي الحصيله ديال اللي كتبان قدامكم، ترى اللي باقي كيخدموا وانا كنصور الاخوان. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، كاين البركه كاين الحمد لله. هانتوما كتشوفوا كونتيا والقمرون والشريون، لا هذا الشيء اللي كاين في هذه الساعه الاخوان. هذا هو الحوت اللي كان هاد اليامات الاخوان اللي كيبان لكم في هذا الفيديو. هذا الشيء اللي كاين هذه الساعه الاخوان، وهي كاينه البركه، البركة ديال الله. اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم يسر ولا تعسر، آمين يا رب العالمين. وما تنسوناش باللايكات الإخوان، راككم كتفرجوا في الفيديوهات ما كديروش اللايكات، ما عرفت علاش. هانتوما كتشوفوا الإخوان صافي كنغسلو هاد الطريقة، حنا كنغسلو الأول الإخوان، عاد نعودو لتحت نعمروه ونعودو لتحت. هذه هي الطريقة باش كنخدمو حنا باريخات. قولي الرأي ديالكم نتوما، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ايوا هادشي اللي كان الاخوان، ما تنساوناش باللايكات والاشتراك في القناة. صباح الخير عليكم الاخوان، غادي نبارطاجيو معكم الافطار ديالنا. هذا هو الافطار ديالنا اللي كيبان قدامكم الاخوان، الافطار ديال الصباح. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما اشتركتيش اشتركوا في القناة، ديروا لنا لايك. كنفطروا بكروبي كاس ديال اتاي، مع ديال الكاس ديال اتاي. ها هو الكاس ديال اتاي اللي عندنا حنا، الشركة تاع نسكافي. الكاس ديال الشركة ديال نسكافي. سير على الله، سير على الله.